السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربية للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد المنزل اللي فيه ار بلس ان محفظ. هذا المنزل هذا طبق سفلي وطبق علوي، فيه في التحت في الدخلة كما كتشوفوا الصالون، هذا هو عنده الشرجم على لافاساد. المساحة ديال المنزل 110 المتر مربع محفظ كما قلنا. هنا كاين الكراج وكاين لتحت كذلك المطبخ، مطبخ مجهز والحمام ولاكور يعني الباتيو. الصباغة من النوعية الممتازة، الكوزينة مجهزة باللوح. منزل جاي قريب من كاع المرافق، سواء المتاجر ولا المسجد ولا حتى المدرسة. كيوصلوا تما وسائل النقل كاملين، تي تاكسي وكل شيء كيوصلوا تماك. قريب طريق قدرون تقريب حتى للدار. فينيسيون مزيانة، البني باقي جديد. فيه جوج البيوت، جوج الصالونات، جوج الحمامات ومطبخ مجهز والباتيو. فيه في واحد البيت الفوق كاين البالكون. هنا كاين الحمام اللي كاين لتحت. الا كنتم مهتمين بهذا العرض هذا، ما عليكم الا تتصلوا بنا بالرقم اللي كاين في اسفل الشاشه، اولا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع، اقامه ايمن في الريد شوسي مدينه الناظور. نتوما الا عندكم شي عقار بغيتوا تبيعوه، ما عليكم الا تتصلوا بنا بنفس الرقم. الدروج طالعين كما كتشوفوا بالرخام، والباسامانو بالعود. الفوق كاين واحد الصالون كبير ما شاء الله، عنده جوج ديال الشراجم على لافاساد، السقف بالقبص. فوالا هذا الصالون كبير كما كتشوفوا معنا هنا، الدار مشمشه. وفي واحد الاسباس لهي عند على لاكور بحال شي جليسه صغيره بحال سيجور، هي اللي كاينه لهي قبالتنا. عاد كاينين جوج ديال البيوت والحمام. هذا البيت الاول عنده الشرجم على الباتيو، والبيت الثاني عنده البالكون على لافاساد. الدار مشمشة ومهوية ونقية كما قلنا، محفظة. المساحة ديالها 110 متر مربع، جاية في حي عريض. هنا البيت الثاني كبير، عنده الباتيو سميتو البالكون. بلاصه نقيه وكالم، واحد الموقع هادئ جدا قريب حتى على السونتر في ديال الناظور. تعرفوا حي عريض ما بعيدش بزاف. الثمن ديال هذا المنزل هذا هو 115 مليون سنتيم قابله للتفاوض. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم للفيديو ديالنا ديال هذا النهار، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.